نأتي بنشرة الأخبار، حياكم الله. أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون الحصول على المعلومة في جلسته الثامنة من فصله التشريعي الأول. وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان أن المجلس أنهى أيضا تقرير ومناقشة مشاريع قوانين تسجيل الولادات والوفيات وتصديق جمهورية العراق على بروتوكول اتفاقية الطيران المدني والدولي والتعديل الأول لقانون هيئة دعاوى الملكية. أمنياً، نفت نائب السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية سابرينا سينغا مناقشة أي جدول زمني بين العراق والولايات المتحدة بشأن قوات التحالف، مؤكدة أن القوات الأمريكية متواجدة في البلاد بدعوة رسمية من الحكومة. بناء على محادثاتنا، لم تتم مناقشة أي جدول زمني. مرة أخرى، هي محادثات استشارية ونحن موجودون في العراق بدعوة من الحكومة، كما أعلنا في وقت سابق عندما بدأت اللجنة العسكرية العراقية الأمريكية المشتركة عملها لأول مرة. هناك ثلاثة عناصر يتم أخذها بعين الاعتبار: التهديد الذي يشكله داعش، وقدرات قوى الأمن الداخلي، وبيئة العمليات. رغم محاولة الحكومة منع التصعيد ووقف الهجمات على القواعد العسكرية، تجدد الإدارة الأمريكية تأكيدها الاستمرار بالرد على مقتل جنودها في الأردن، في حين تتوعد الفصائل بمواصلة عملياتها بالصواريخ والمسيرات. أكثر من أسبوعين مر على استهداف البرج 22 في الأردن، ولا تزال التداعيات الأمنية تتواصل وسط مخاوف من صراع عسكري غير مسبوق في ظل استقطاب حاد في العراق والمنطقة. فعقب الرد الأمريكي الذي كان على شكل ضربات غربية الأنبار ووسط بغداد، سادت حالة من الصمت في الأجواء العراقية، فسحت المجال لاستئناف المفاوضات بين واشنطن وبغداد لترتيب الأوراق ولملمة أطراف الأزمة ومنع اتساع دائرة الاشتباك واشتداد المواجهة. الجولة الثانية من مفاوضات اللجنة العسكرية العليا بين العراق والولايات المتحدة تضمنت مناقشات بشأن صياغة جدول زمني لخفض مدروس وتدريجي وصولا إلى إنهاء مهمة التحالف الدولي والانتقال إلى علاقة ثنائية بين بغداد وواشنطن، وسط الدعوة إلى عدم تعكير صف المحادثات لإتمام أعمال اللجنة بالسرعة الممكنة. لكن أمام تهديد الفصائل بالاستمرار في تنفيذ عملياتها واستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة، تجدد واشنطن تأكيدها على أن الرد على مقتل جنودها في الأردن سيستمر داخل العراق وسوريا بحسب ما صرح به الرئيس الأمريكي جو بايدن. لقد ضربت القوات العسكرية الأمريكية أهدافا في العراق وسوريا، ردنا سوف يستمر. ورغم استئناف المحادثات العسكرية المشتركة ومحاولات الحكومة العراقية إعادة رسم ملامح العلاقة مع واشنطن بعيدا عن التصعيد والتوتر، فإن سياق الأحداث والعوامل قد تنتقل بخيارات المواجهة المحدودة حاليا نحو سيناريو أكثر خطورة على الخريطة الإقليمية. قال أعضاء في مجلس النواب أن إخراج القوات الأجنبية من مسؤولية الحكومة وليس من صلاحيات البرلمان، مشيرين إلى ضرورة دراسة القرار بعيدا عن التأثيرات السياسية والحزبية. الانسحاب الأمريكي وتحجيم قواته في العراق، فهذا الموضوع أكيد مرحب به. يقابله من جانب آخر ندعو إلى تقوية وتعزيز مفاصل الجيش العراقي والقوات الأمنية الأخرى، ندعو إلى مهنية هذه المؤسسة وعدم تدخل القرار السياسي الحزبي في هذه المؤسسة. الجانب الأمريكي يذكر بأنه جاء للعراق بطلب من الحكومة العراقية،
ويخرج من العراق كذلك بطلب من الحكومة العراقية. على هذا الأساس لا نحتاج إلى عقد جلسة لمجلس النواب وإصدار قرار جديد للمجلس أو شرعنة قانون لإخراج القوات الأجنبية، وإنما الحديث الذي يجري هو حول جدول زمني لإنهاء وجود قوات التحالف في العراق. ليست لدينا الثقة الكاملة أنه بخروج الأمريكان سيستقر وضع العراق. القوات الموجودة اليوم هي في العراق هي قوات جاءت بطلب من الحكومة العراقية وبوثيقة رسمية في زمن السيد المالكي وفي زمن السيد العبادي وفي زمن كل الرؤساء الوزراء اللي كانوا موجودين، وبالتالي ليس من صلاحيتنا كبرلمانيين أن نقول لهم أخرجوا ولا نقيم الوضع الأمني والوضع الاقتصادي. بالتالي الحكومة هي من تقيم هذا الوضع، والحكومة الاتحادية قيمت الوضع وكان ردها بأنها بحاجة إلى مدربين ومستشارين. أما خروجهم وعدم خروجهم هذا يحتاج إلى جدولة، يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى دراسة، ليس بهذه الطريقة. أكد مسؤول في إقليم كردستان ضرورة توفر تفاهم عراقي بين جميع المكونات بشأن ملف التحالف الدولي، فيما أعرب عن خشيته من استخدام قدرات الدولة في الصراعات السياسية داخل البلاد. من المفروض توافر تفاهم عراقي بخصوص بقاء قوات التحالف الدولي، ولا يجوز الاعتماد على قرار فعلي مفاده بأن تخرج قوات التحالف من هذا البلد. كل القرارات الانفعالية ليست من مصلحة شعب العراق، ويجب أن يدرس السياسيون هذا الموضوع لأنه مهم جدا. فقوات التحالف كان لها دور في بناء العراق الجديد وكانوا يدعموننا. برأيي يجب أن يكون هناك دراسة لهذا الوضع، وأن تكون بشكل وطني لا عن طريق قرار طائفي أو حزبي. أكد رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني أهمية تعزيز التعاون القضائي بين العراق وإيران في مواجهة الإرهاب ومكافحة المخدرات. بيان حكومي ذكر أن السودان استقبل رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين والتنسيق المشترك في مختلف الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على الدور المحوري للعراق بتعزيز الحوار في المنطقة بما ينعكس إيجابا على مصالح العراق ودول الجوار والاستقرار الإقليمي. وشدد السوداني خلال استقباله وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان على أهمية التنسيق في المواقف وتطابق الرؤى بخصوص تنظيم سوق الطاقة وأسعار النفط تحت مظلة منظمة أوبك وبما يضمن الحفاظ عليها في المنطقة والعالم. وذكر بيان حكومي أن السوداني بحث مع الوزير السعودي آفاق التعاون بين بغداد والرياض في مختلف المجالات وتأكيد توسيع الشراكات الاقتصادية بين البلدين. وعبر رئيس الوزراء عن ترحيب العراق بدخول الشركات السعودية إلى السوق المحلية. من جانبه أكد الوزير السعودي رغبة بلاده بالمضي في توثيق علاقات الشراكة والتعاون الثنائية في مختلف المجالات. أوضح مكتب رئيس الوزراء أن قيمة العقد الاستشاري المعتمد لمشروع مترو بغداد وقطار نجف كربلاء السريع جاءت بأقل من الحد الأعلى المنصوص عليه في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ويتحملها مستثمر المشروع. وبعد تداول بعض المعلومات وصفها مكتب السوداني بأنها مغلوطة وغير دقيقة، ذكر بيان حكومي أن اختيار التحالف الاستشاري العالمي جرى بعد الاطلاع على جملة من الأعمال المماثلة والتجارب الناجحة السابقة، وقد تم التوثيق من معلومات وأعمال الشركة عبر الطرق الرسمية من قبل وزارة الخارجية ومن خلال سفارة العراق لدى ماليزيا. ولفت البيان إلى أن المعلومات تم عرضها خلال حفل إطلاق المشروعين. كشفت وكالة رويترز عن انهيار الصفقة الأولية بين العراق وشركة شيل لبناء مصنع للبتروكيماويات في البصرة. ونقلت الوكالة عن مسؤول مطلع على محادثات المشروع قوله إن مسائل مالية وتعاقدية أخرت التوصل إلى اتفاق نهائي مع شيل، مضيفا أن تعليمات صدرت من رئيس الوزراء تقضي بالاتصال بالمستثمرين المهتمين المحتملين لإحياء المشروع. يذكر أنه في عام 2015 وقعت شيل صفقة مبدئية بقيمة 11 مليار دولار مع العراق لبناء مجمع البتروكيماويات، ومن شأنه أن يجعل البلاد أكبر منتج للبتروكيماويات في الشرق الأوسط بحسب الوكالة.
ناقش برنامج الحق يقال مصادقة رئاسة الجمهورية على تعيين المحافظين الجدد باستثناء محافظ صلاح الدين وملاحقة الإطار التنسيقي لمحافظي البصرة ووسط وكربلاء، وتحدث الضيوف عن خسارة التنسيقي التي لن ينساها وانقلاب بعض المحافظين عليه. نتابع. قضية المياحي والعيداني وقضية الخطابي في كربلاء السادة المحترمون، هذه قضية تختلف ليست بأداءاتهم بل تتعلق بطريقة وصولهم للموقع. الأخوة الأعزاء وصلوا لهذه المواقع بمعادلة سياسية وبحاضنة سياسية، أن يتم الوصول لهذه المواقع ومن ثم استعداء المعادلة السياسية والقفز على المعادلة السياسية في البقاء بالسلطة، هذا اللي ما نقدر نتقبله وما نريد نتفاعل وياه. إن الإطار التنسيقي كان يرى أن غياب التيار الصدري هي فرصة سانحة من أجل إكمال يعني مثلث الهيمنة بعد أن تم الهيمنة على السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية أصبحت لهم أغلبية. كان التفكير أنه يعني إكمال مضلع الهيمنة بالسيطرة على مجالس المحافظة. النكوص على الاتفاقات أثبت بما لا شك أن الإطار التنسيقي ليس كتلة صلدة وممكن أن يتفتت في أي لحظة من اللحظات. أن قوى الإطار التنسيقي من خلال التصريحات من خلال بعض المواقف أن قوى الإطار التنسيقي لن تنسى لغاية الآن ما حصل في الكوت وكربلاء والبصرة. بعض المحافظين الذين يعني كسروا إرادة الإطار هو يدرك وهو ربما يقترب من فرضيتك أنه ربما بعد شهرين أو ثلاثة خصوصا في محافظة الكوت وحتى في محافظة كربلاء أنه يتم يعني شراء بعض ضمم أعضاء المجلس المحافظة أو إقناعهم. 3 أطباء نفسيين فقط في المثنى، فعلى الرغم من الحاجة الماسة لمراجعة هؤلاء المتخصصين فإن نظرة نمطية مجتمعية خاطئة تعيق مراجعتهم، فيما بات أخذ المسألة على محمل الجد أمرا ضروريا وخاصة مع تفشي المخدرات ودور الصحة النفسية في معالجة الإدمان. ليس عيبا مراجعة الطبيب النفسي، حقيقة تؤكدها صحة المثنى للتوعية بضرورة تغيير الصورة النمطية الخاطئة عن الأمراض والطب النفسي. بحضور أطباء نفسيين وأكاديميين ناقش المتخصصون ظاهرة الوصمة الاجتماعية عند مراجعة الطبيب النفسي لمعالجة هذه الظاهرة والتوعية بضرورة مراجعة الأطباء النفسيين من دون خجل من المجتمع، وذلك خلال ورشة نظمها قسم الصحة النفسية بالمثنى. دائما تجي توصيات من المرضى للطبيب انه سرية تامة، عدم يعني يحاول تغطية وعدم الظهور امام المجتمع لانه الخوف من انه مراجعة الطبيب النفسي قد يؤثر يعني بهذه الوصمة انه هذا مريض نفسي، فيكون التعامل وياه من قبل المجتمع اكو ابتعاد يعني من ناحية المجتمع او خوف، فهو يخاف من هذه الفكرة لذلك يبتعد المريض عن مراجعة قدر الامكان. ورغم حاجة المجتمع إلى أطباء نفسيين لطرح مشاكلهم الخاصة وتفكيكها وإيجاد الحلول لها، فإن المثنى لا تمتلك سوى 3 أطباء لا يغطون حاجة المجتمع، إذ تشير الدراسات إلى أن لكل 10,000 شخص طبيبا نفسيا واحدا، في حين يصل سكان المثنى إلى عتبة المليون نسمة. قبل ما أوفر الأطباء النفسانيين وأوفر التمريض النفسي والخدمات النفسية يجب أن أشتغل على المجتمع أولا وأخلي يكون عنده وعي نفسي أكثر حتى بالتالي يستهلك الخدمات النفسية. ومن التحديات المتعلقة بهذه المشكلة هي ظاهرة إدمان المخدرات ومدى تعلق العلاج من الإدمان بالعلاج النفسي ومراجعة الأطباء المتخصصين بهذه المشكلة، إذ تصنف بكونها واحدة من الأمراض النفسية. ما يتجاوزون 3 أطباء نفسيين بحاجة إلى عدد كبير، مثل ما قلت لكم بحاجة إلى عدد كبير، المركز كذلك بحاجة إلى عدد كبير من الأطباء النفسيين. كوادر الطبية بحاجة إلى تقريبا 7 إلى 8 أطباء نفسيين. إحنا سدينا النقص بالأطباء النفسيين بطبيب أسرة وطبيب مجتمع.
ومع حاجة المجتمع إلى أطباء نفسيين، يدعو أكاديميون الطلبة في المدارس الإعدادية إلى اختيار أقسام الطب النفسي بعد تخرجهم ودراستها في المرحلة الجامعية لزيادة أعداد الأطباء بهذا التخصص المهم للمجتمع. من المثنى خليل بركات، UTV. كنيسة الطاهرة القديمة للسريان الكاثوليك تذكرها المصادر التاريخية لأول مرة عام 1672. نالت العملية العسكرية من 80% منها ليعاد إحياؤها بإشراف اليونسكو بعد التحرير، إذ بلغت نسبة الإعمار حاليا 90%. تحت إشراف مباشر من فرق إيطالية مختصة بصيانة وترميم الآثار، تعمل سورا وزملاؤها في إعادة تأهيل الفرش الموصلي القديم في كنيسة الطاهرة وحوش البيعة في قلب الموصل القديمة. طبعا هذا الشغل أول شيء بالعراق يصير، أنه يجي فريق إيطالي يدرب مجموعة متدربين عراقيين، علمونا شلون نعيد ترميم الفرش الموصلي القديم، شلون نطلع رسومات قديمة، لأنه لقينا كثير رسومات قديمة صار لسنين صابغين فوقها، يعني صبغوا عدة طبقات. من نسبة دمار وصلت إلى 80% إلى نسبة إعمار تجاوزت 90%. يستمر العمل في المرحلة الثالثة والأخيرة من عمليات إعمار وإعادة كنيسة الطاهرة التي كانت من أبرز محطات زيارة باب الفاتيكان خلال زيارته التاريخية إلى الموصل. الكنيسة تعرضت لأعمال تخريب أثناء سيطرة داعش، تقريبا 80% كان المبنى مهدم. الحمد لله احنا في مراحل نهائية من المشروع، وصل نسبة الإنجاز 90%، ومن المقرر إعادة فتح هذه الكنيسة بالأشهر القادمة إن شاء الله. اتفاقيات عديدة وقعها العراق مع منظمات ومتاحف دولية لإعمار ما دمرته الحرب من آثار وما هشمته أيادي التنظيمات الإرهابية من مبان وقطع أثرية وتاريخية. I'm here on behalf of UNESCO for UNESCO. هذا المشروع هو جزء من مشاريع اليونسكو لإعادة إحياء روح مدينة الموصل. نحن فريق من المحافظين على التراث، نعمل هنا في الموصل، نشرف على تدريب الكوادر ونهتم بإعادة المرمر الموصلي وحجر الفرش الموصلي إلى وضعه الطبيعي كما كان في السابق. To work with us and to be trained. وتشهد عدة كنائس ومساجد ودور تراثية وتاريخية إعمارا وإعادة ترميم مستمرة منذ أكثر من 6 سنوات لإعادتها إلى ما كانت عليه في السابق باعتبارها جزءا مهما من التاريخ الإنساني. من الموصل، محمد سالم، UTV. من UTV كانت هذه جولتنا الإخبارية. إلى اللقاء.